تحت رعاية مدير عام جمعية الكاريتاس الأردنية وائل سليمان، قدم المسرح الكاثوليكي التابع لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك عروض مسرحية كستنا بحضور عدد من أصحاب السيادة المطارنة وجمع من الآباء والراهبات والمهتمين. المزيد في هذا التقرير. اجتك دابو زينة؟ شكله صاحب المصنع؟ ممكن تعرف عن حالك طيب؟ أنا؟ أنت لو سمحت يعني. بهدف معرفة معنى عيد الميلاد وللتفكير بأن أهم ما هدية حصلت عليها البشرية هي الطفل يسوع، جاءت إقامة هذه المسرحية التي كانت بعنوان كستنا، والتي تم اختيار هذا الاسم كرمز للقلب الدافئ الذي يشبه حبة الكستنا في اجتماع العائلة حولها بالدفء والمحبة. تحت رعاية مدير عام جمعية الكاريتاس الأردنية السيد وائل سليمان، قدم المسرح الكاثوليكي التابع لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك عرضاً لمسرحية كستنا التي تعتبر نتاج عمل المسرح السادس، وذلك بحضور أصحاب السيادة المطران فينيديكتوس مطران الروم الأرثوذكسي بالأردن، والمطران مارون لحام، والمطران ياسر العياش، والنائب الأسقفي للروم الملكيين الكاثوليك الأب الدكتور بسام شحاتيت، ومديرة فضائية نورسات الأردن الرئيسة الفخرية للمسرح الكاثوليكي الدكتورة باسم السمعان، وجمع من الآباء والراهبات وحشد من الجمهور المهتمين بالعمل المسرحي. وفي كلمتها الترحيبية شكرت الدكتورة السمعان الحضور على دعمهم ومشاركتهم لأنشطة وفعاليات المسرح الدينية والثقافية والاجتماعية والفنية. هذا الدعم الذي يخدم رسالة المحبة والسلام والفرح ومجمل القيم والمعاني الإنسانية التي يصبو إليها الجميع. وها نحن اليوم قدمنا لكم مسرحية كستنا بعرضها المتميز الذي تعودنا عليه، وهذا يدل على مدى التزامنا وأعضاء المسرح الكاثوليكي بتقديم كل ما يخدم رسالة المحبة والسلام والفرح. مسرحية كستنا ببساطتها وعفوية أفرادها الذين أحبوا فعملوا وأتقنوا، استطاعوا أن يعيدوا تذكيرنا بالمعنى الحقيقي لعيد الميلاد. فبالرغم من اختلافنا عن بعض من أي مكان في العالم، فهذا الاختلاف هو الذي يجمعنا كعائلة واحدة، فالوحدة ميلاد. ننعم فيها بدفء قربة بعضنا لبعض بمحبة وصفاء وأمان، مثل العائلة الواحدة التي تجتمع حول المدفأة تشوي فوقها الكستنة وتنتظر لتنضج لكي ينعموا في أكلها. القصة فكرة مثل الشجرة، ابتدأت ببذرة، وما دام الحب موجود أكيد في النهاية سنحقق الهدف المنشود. تتكلم هذه المسرحية عن طفل المغارة يسوع في عيد ميلاده، حيث أن هناك أموراً أصبحت تلهينا عن معنى ورمزية هذا العيد، ولكن للأسف ننسى أن عيد الميلاد هو عيد ولادة تجسيد يسوع المسيح طفل المغارة، هو الذي يجمعنا ويوحدنا لأنه أتى لأجل كل شخص منا، هو الهدية القيمة التي حصلنا عليها من الله لكل البشرية. كل واحد من مكان وكل واحد ما بعرف الثاني إلا هون أو نختلف، بس اختلافنا ما بيمنعنا نكون عيلة واحدة مجتمعين بهالليلة. ليلة الميلاد لما تكون مع اللي بتحبهم وبيحبوك، ولما تعترف له بمحبتك، ولما من بعد الغياب ترجع وتتعرف على ناس جداد. من اختلافاتنا خلقنا علاقاتنا، من ضعفنا استمدينا قوتنا. نتشارك بكل شيء، الحب، السلام، خوفنا شاركناه وحولناه لأمل، حتى الكستنا. العيد بالبرد بس بنتجمع بدفع. كل واحد منا عنده ميزة، بس تجمعنا كعيلة، عيلة واحدة، والعيلة وقلبهم دافي دافي مثل الكستنا. يشار أن المسرحية عرضت على مدار يومين على مسرح مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات مار يوسف، وإن فكرة العمل وتأليفه كان من إنجاز الشابين هشام سويدان وركان إمسيح. أما الإشراف الديني فقد كان بإشراف الشماس ينال عوابده الذي رافق الكادر منذ بدايات هذا العمل،
في حين أخرج المسرحية الفنان خلدون هلسة. في إبداع، مسرح كاثوليكي مميز جدا، يعني أكيد رح تستمر دعم كاريتاس لهذا المسرح لأنه في إبداعات نتأمل أنه يتطوروا أكثر، ونتأمل من الناس أنه تشارك أكثر وتشوف الأعمال البطولية اللي عم بيعملوها شباب الكنيسة. بتمنى أنه كلنا نتذكر أنه أهم هدية أجتنا اللي هو الطفل يسوع، وأجت لكل البشرية من غير استثناء، وشو ما كان دينك، شو ما كان لونك، جنسك، من أي بلد، إن دعوة كل واحد فينا هي للحب والوحدة والسلام. وبتمنى بهذا العيد يعم السلام بكل أنحاء العالم. رودولف معروف هو الغزال الرئيسي لسانتا، هو من بيمشوا بالصفوف الأمامية وبرشد الطريق لسانتا، كانت هاي الشخصية هي اللي لعبتها. والمسرحية إن جنرال تحكي عن إنه إحنا مهتمين بكل إشي بالعيد وناسين الطفل يسوع اللي هو أهم هدية للعيد، وكانت تجربة لطيفة. مسرحية كاستنا كانت تحكي عن مهما كنا مختلفين بأي إشي بخطر عبال أي إنسان، هذا العيد الميلاد بوجود هذا الطفل بجمعنا. وأنا بالمسرحية كان بالإضافة للتأليف كان عندي دور، أخذ دور تشارلي. تشارلي الشخص اللي كان بالغربة ورجع، وهو الشخص الكبير كان بالمشكلة اللي صارت بالمصنع اللي إحنا وجدنا فيه، كان هو شوي عم بيقود الأمرات الحوار، عم بيقود على أساس نوصل للهدية الضايعة اللي بالأخير هي كانت الطفل يسوع اللي بالأخير بهذا العيد كلنا بجمعنا. بس بحب أشكر أهم إشي جمعية الكاريتاس على رعيها لهاي المسرحية، ممثلة بالسيد وائل سليمان، وأكيد لقناة النور سات ممثلة بالرئاسة الفخرية لأن دكتورة باسم السمعان، وكل الداعمين، صوت الكنيسة، مزاج FM، سيلفي بوكس، والجميع. شكرا لكم وكل عام وأنتوا بألف خير.